هما طالبين شي طلب، يعني اللي ما غادي حتى شي واحد فيهم، لا الطرف هذا ولا الطرف هذا، حتى شي واحد ما غادي يقبل بهذاك الطلب اللي هما طالبين. الاخرين العائله ديال يسرى طالبين، العائله ديال الحاج الفقيه طالب حتى هو، ولكن انا تنظن حتى شي واحد فيهم ما غادي يلبي الاخر الطلب اللي هو طالبه. مع ذلك حنا شفنا البدويه مشات وطالبت الصلح، وشفنا يسرى خرجت وقالت بان انا بغيت غير بيت وكوزينه، ولكن الطلب اللي هي طالبه ما غاديش يلبيه، حيت كل واحد كيقولوا حنا مظلومين من داك الطرف، هما تيقولوا مظلومين من هاد الطرف، او الطرف الاخر كيقول حنا مظلومين من يعني من يسرى، ويسرى كتقول انا مظلومه منهم هما. يعني داك الطلب اللي طالبين واحد طالبوا الواحد ما غادي حتى شي واحد ما غادي يلبيه. وهادشي كامل اخوتي العزاز انا تنظن ما منو حتى حاجه، هادشي كله خاوي، ما منو لا الصلح ولا حتى شي حاجه. لحقاش انا قلت لكم حتى شي واحد ما غادي يلبي الطلب الاخر اللي هما طالبين. خوتي العزاز ندوز نقول لكم صباح النور عليكم، تحيه لكم كبيره وشكرا لكم. كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال وفي احوال جيده يا ربي. اموركم تكون على خير وبخير، وهاد العواشر اللي جايه تدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كنتمنى اللي مريض الله يشافيه، اللي عنده شي مشكل اللهم تعالى تحل ليه المشاكل، واي واحد عنده شي حاجه خوتي في امنيته شي حاجه الله كنطلبوا من الله يحققها له يا ربي امين. الرحمه على موتى المسلمين يا ربي، ويجعل مثواهم الجنه. خوتي العزاز دائما كنرحب بالناس اللي كيتابوناو عندي جداد، تنقول لكم مرحبا وميات الف مرحبا، قناتكم القدام كذلك داركم كنرحب بكم، كنقول لكم مرحبا وميات الف مرحبا، داخل الوطن خارج ارض الوطن بدون استثناء خوتنا المسلمين اينما كنتم في احياء بقاع العالم. خوتي العزاز انا جيت ندوي اليوم على الموضوع ديال يسرى اللي هو داير ضجه بلا ضجه. كلنا يسرى كلنا يسرى كلنا يسرى كلنا يسرى. انا هذا الموضوع هذا ما بغاش يتفهم لي، مع العلم كاين مئات الالاف، كاين مئات الالاف يسرى، كاين مئات الالاف اللي كفس من يسرى. سيروا مثلا المحكمه ديال الاسره وغادي تشوفوا، غادي تشوفوا شي حوايج اللي غادي يصدموكم، واللي نتوما خوتي المغاربه عارفين هذا الشيء. هي ما كايناش غير يسرى باش نبقاو حنا نقولوا كلنا يسرى. يسرى جالسه في دار بواها واكله شاربه، الناس تعاطفوا معاها كيتعاونوا معاها المغاربه الله يكثر خيره، ولكن اخوتي العزاز راه كاينين شي عائلات اللي مضطرين، اللي جالسين في الشوارع، اللي ما لقاوش اللي يعطيهم حتى خبزه، اللي ما لقاوش اللي يعطيهم حتى خبزه. راه كاينين اللي فعلا واصله فيهم العظام. واش هي كاينه؟ علاش حنا بالضبط نمشيو عند يسرى ونقولوا كلنا يسرى؟ اشنو هو السبب باش نقولوا كلنا يسرى؟ حنا ضد العنف، ضد التنمر، ضد بنادم يتعدى على الاخر. ولكن اخوتي العزاز انا تنشوف كاينين مئات الالاف، وغنولي نعاودها لكم، مئات الالاف الناس اللي مشردين بولادهم، كاينين عدة نساء اللي معدين عليهم فعلا رجالهم وسامحين فيهم من مدة. راه لا داعي باش راه نتوما عارفين خوتي المغاربة وعارفين شنو كاين، وهذا الشيء كيف ما تنقولوا ماشي مخبع، ماشي مخبع اخوتي العزاز، كل شيء باين، كل شيء واضح بأن راه كاينين مئات الآلاف. علاش قنوات بعت شي قنوات نطلع انا نقول كلنا يسرى؟ علاش؟ اشنو هو السبب باش نقول انا كلنا يسرى؟ اييه كلنا يسرى في حالات العنف ما نبغيوش، حالات الا كانت قاعده هاد السيده مشرده ما تتلقاش ما تاكل، ما عندهاش فين تمشي، ما عندهاش فين تجي، مشرده تدور في الشارع، وهاد الناس خرجوها جلاوها الشارع كدور غير في الزنقه بحال شحال منهم اللي تنشوفوهم، شحال منهم اللي تنشوفوهم بولادهم في الزنقه. هذيك فعلا نقولوا كلنا يسرى، ولكن نمشيو نقولوا كلنا شحال من عائلات اللي كيف ما قلت لكم مشردين في الزناقي تيدوروا بولادهم. هذوك هما اللي خصنا نتعاونوا معاهم ونديروا عليهم هاشتاغات ونتعاونوا معاهم، حيت جالسين فريمو جالسين في الزنقه، لا هما ولا اطفال صغار، هذوك اللي خصنا نتعاونوا معاهم.
هادوك اللي خصنا نقولوا كلنا كلنا الناس اللي مشردين، الناس اللي أبواو والديهم سمحوا فيهم باش تقدر باش نقدروا نوصلوا على الله وعسى نوصلوا صوتنا، وعلى الله وعسى يكون شي حل لهذوك الناس باش نجيو حنا نقولوا كلنا. هما تيتقاتلوا على الادسنس، تيتقاتلوا على كيف ما تنقولوا على السعايه في اليوتيوب، حنا نبقاو نزيدوا نقولوا كلنا كلنا كلنا. هادشي هذا راه خوتي راه ما غاديش، ما جبتش للربح، ما جبتش للربح. انا ما تنقول لكم، انا ما نشكر لكم الحاج اللي نتوما عارفين حاج الفقيه، ما نقول لكم زين، ما نقول لكم يسرى زينه، يعني كلهم سواسي، كلهم بحال بحال، كلشي بحال بحال، انا حتى شي واحد فيهم ما نشكر. هذاك البارح عاود خرج لنا بواحد اللايف درسو، بهذاك اللايف اللي خرج عاوتاني خرجوا بالبكاء وخرجوا بالشكا، مطلعين واحد الاستاذه تقول شي هضره اللي انا بعدا انا الا كانت استاذويه تقول ديك الهضره، محاميه وتقول ديك الهضره ما خصهاش تقولها، ما خصهاش تقول ديك الهضره. يعني مع تحياتنا الاساسي، تحياتنا للمحاميين اللي كيدفعوا على المظلوم، ما خصهاش تقول ديك الهضره. انا واحد الفكره اخوتي عزاز، انا ضد التنمر مثلا، ديك الام يطو انا ضد التنمر، لان ما يمكنناش نتنمروا حنا على المرض يعطينا الله سبحانه وتعالى الغرض مع الله سبحانه وتعالى. نخرجوا حنا باش نتنمروا على واحد السيده ونمرضوها ونوصلوها لواحد الحاله؟ الا انا ضد التنمر، انا ما نبغيش التنمر، التنمر على ديك ما عليها ولا على غيرها، اي واحد ما نبغيش نتنمروا عليه بشي حاجه كيعطيها الله سبحانه وتعالى. اذا مادام انا غنجي نتنمر على هاد السيده، غنتنمر عليها وهي الله اللي عاطيها داك المرض، اذا هنا نتوما خوتي نتوما الفكره في يديكم، نتوما غتفهموا. اذا صافي بنادم قاطع يدو من يد الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كاين. مادام جينا نتنمر على مرض عاطيه الله، اذا بنادم بدون اخلاق، بدون ما تنعممش اخوتي، وماشي المتتبعين. انا تندوي على ديك القناه، شي جوج قنوات ولا اللي تيتنمروا وتيعيبوا وتيديروا واحد بالعديل الشراوط، هذاك الشيء اخوتي راه هذيك غير من قله الاداب ومن قله الوعي، قله الوعي. كاين بنادم قاري سبحان الله وما واعيش، والله كاين بنادم قاري وما واعيش مازال مأخر، وكاين بنادم سبحان الله ما قاريش ومخلق ومؤدب بحال انا. علاش انا غادي نجيب واحد بلعات الشطايط ونعيب؟ انا نقصد انا نيشان ديك الانسانه، نعيبها نيشان نتنمر عليها؟ لا، تنمر انا ضد التنمر. ولكن وندوز لك الحاج فقيه، راه ما كاينش اللي خلى الناس حقدوا عليك ومشات المشاهده مشاو بزابز قد انا ضد. عاوتاني اللي خرج يدعي في عباد الله، يدعي مثلا في المتتبع كيف ما بغى يكون، سواء اللي كيكومونطي سلبي او اللي كيكومونطي ايجابي، لان هذاك الراي ديال المتتبع كيعبر كيف ما بغى. راه ما يمكنناش حنا واحد الكومونتير نخرج نجاوب عليه ونقول عطاكم الشتات يعطيكم يدير لكم يفعل لكم ندعي بالمرض القبيح. لا، حتى انت ما درتي فيها ما يسوى، ما يصلح. لا، انت تدعي، ولدك تيدعي، بنتك تدعي وتسب، اذا تانتوما فيكم الاغلاط، تانتوما اغلاطكم كبيره بزاف، اغلاطكم كبيره بزاف. انا باش نقولها لك، حيت راه ما يمكنش نخرج انا بواحد اللايف تيشاهدوه مئات الالاف، نخرج نشرشم لعباد الله ونعطيهم في الدعاوي ونعطيهم في الشتات. فاخوتي الله من هذا منكر، هادشي هذا ما تيبشرش بالخير، وهادشي هذا حتى شي واحد ما يبغيه، وحتى انت غلط، ولادك غالطين. وانا دائما تنقول لكم ديك المراه مثلا واخا، ولكن التنمر لا، التنمر لا، ما نضحكش انا على الناس، ما نتنمرش عليهم، يعني في الجسد ديالهم او في المرض ديالهم نتنمر عليهم لا. ولكن حتى انت يا الحاج غلط ملي تخرج وكتدعي في عباد الله، لا انت لا ولدك لا بنتك، كلكم تتكونوا كتهضروا في الله، كلشي تيدعي ويشرشم، وهادشي كامل راه انت اللي درتيه. من الضربه الاولى هذيك السيده ما تفهمش معاكم، مشات بحالاتها
والله ما نهضر عليها. علاش خارج بلايف درتي الشوه، درتي تبهديل، درتي العالم شافك ووليتي عاودتي وليتي عاودتي، ما بغيتيش تسكت. او في الاخر دابا كتخرج تقول انا مظلوم، حتى انت ما مظلومش، انا تنقولها لك حتى انت ما مظلومش، انت اللي ظالم، انت راه ما ظالمك حد، راك انت اللي ظالم، انت اللي ظالم، انت خرجتي ودرتي باش ما نكونوش غير باش ما نكونوش نكذبوا على بعضياتنا. انا دائما مع الحق ونجي مع القلم، نجي لا معاك لا مع يسرى. انت غلطتي بزاف الاغلاط، مثلا ديك السيده مشات بحالها، علاش نخرج انا عليها وانت نوصل راسي لهاد الحاله ونوصل الزوجه ديالي لهاد الحاله؟ راه انت هو السبب، انت السبب. تبقاو الناس يخرجوا يتنمروا عليكم، تبقاو الناس يخرجوا يعيبيكم صحاب القنوات، صحاب القنوات، بعت شي قنوات ماشي كلشي، انت هو السبب. كنت سقرتي صافي ديك السيده مشات، الله يعاون الله يعاون، شيكم ما كنتيش انت خرجتي وبقيتي كدوي وبقيتي كتهضر وما خليتي جبتي الشرف ما خليتي. انا تنظن ديك يسرى واقيلا ما كانت غدير لا قناه لا والو، كانت القضيه غتقعد صافي تفاهمت وحليتوها بيناتكم. هي هذيك ما حليتوش ما تفاهمتوش، كيف ما تيقول مثل جوج شي راقي جوج شي فرق. واش نتوما نوضتو شوها، نوضتو هاي لا لا، نوضتو نهضت هي، دخلوا صحاب قنوات اللي ما لا اله الا الله محمد رسول الله صدقت فاتحه قناه. ها هي دابا كاينين بعد قنوات كلنا يسرى كلنا يسرى كلنا يسرى ولا اله الا محمد رسول الله. انا ما نجي معاك، ما نجي انا في الحق، ما نجي لا معاك ولا مع يسرى، انا تنجي في الحق. والطلب اللي نتوما طالبين انا ما تنظنش، انا ما تنظنش الطلب لا انت غادي تلبيه ولا يسرى غادي تلبيه. اذا ما غادي يكون لا صلح ولا صلحه، لان انت كتقول هي ظالمانه تخرج وتعتذر وتقول انا اللي غلطه، وهي ما غاديش تخرج دير هادشي. هي كذلك عاوتاني كتقول انتوما اللي ضربتوا لها في الشرف ديالها، وحقا حقا هادشي قضيه الشرف، انا حقاش سمعناك بودنينا، اسمعناك بودنينا، كتخرج وخرجت وقالت انا نولي ولو بيت كوزينه نولي، غير بيت كوزينه يا طالبه بيت كوزينه، ولكن يطرد لي الاعتبار ديالي والشرف ديالي اللي تطعنت فيه امام المغاربه. خاصك عاوتاني انت تخرج باعتذار وتكذب، يعني داكشي اللي كنتي قلتي كامل تقول انا داكشي غير قلته كذوب. وهنا الانسان تفقد المصداقيه ديالو، هنا المصداقيه تفقدها. لهذا انسان ما خصو يخرج بواحد اللايف او بواحد لا فيديو حتى يكون واحد الحاجه مأكد منها، عنده عليها دليل، دليل عنده عليها. مثلا انت خرجتي ضربتي في الشارع، ما عندك حتى دليل، ما عندك حتى غير خرجتي بحال اللي غير تهمتي ديك غير بقيتي كتشوف غير في البزابيز البزبوس طالع صافي، ما بقيتيش كتعرف لا هذه كذوب ولا هذه صح. اذا انت واش غادي تخرج تلبي هادشي اللي طالبت يسرى؟ يلا بغينا نعرفوك، واش انت غادي تخرج تلبي هادشي اللي طالبت يسرى؟ حيت هادشي هذا راه ضروري، ماشي اجي ورجع. نتوما راه ما خليتو جدود، ما خليتو تواصل، ما خليتو الشرف، ما خليتو. اذا هادشي راه خاصو ضروري يكون بالتفاهم ويكون اصلا باعتذار. وهادشي انا تنظن ما غاديش يكون لا من عندك ولا من عند يسرى. وهنا فين غتبقى القضيه، اذا ما غادي يكون لا صلح ولا حتى شي حاجه، غير نتوما مطلعينها على المغاربه. كطلعوا البزابس، كطلعوا وكتسعوا وكتحاولوا باش الجاليه تتعاطف معاكم وتزيد تعطيكم. فلا اله الا محمد رسول الله، خليوا الناس يتعاونوا مع الناس، راه العيد هذا كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما عندوش باش يعيد. انتما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. هادشي اللي تنطلبوا لكم الهدايه خوتي العزاز. هذا هو واحد الفيديو، شكرا لكم، تحيه لكم، ما تنساوناش من البارطاج واللي تفرج يعطينا اللايكات فضلا وليس امرا. شكرا لكم.